السلام عليكم. قالت مصادر إعلامية محلية أن ثانوية عبد الله الشفشاوني بولاية تيمة كانت مسرحا لفصل جديد من فصول اعتداء على أطر التدريس والإدارتي الذي يبدو أنه لا نهاية قريبة له، حيث أقدم أحد التلاميذ على توجيه لكمات لمدير المؤسسة التي يدرس فيها قبل أن يفر إلى وجهة مجهولة. وأضافت ذات المصادر أن التلميذ المعتدي لم يتقبل أن يطلب منه المدير إحضار ولي أمره ليشتبك معه على الفور بشكل عنيف، الشيء الذي جعل المسؤول التربوي يفقد وعيه ليتم نقله إلى مستعجلات على متن سيارة إسعاف. هذا وقد حضرت عناصر الأمن على الفور بالمؤسسة التعليمية من أجل فتح تحقيق في الواقعة، فيما لا يزال مكان تواجد الجاني مجهولا لحدود الساعة.